طبعا منافس قوي وعنيد على ملعبه، اللي ما لعبش في ملعب المحله يا جماعه ما لعبش كوره. ملعب صعب. اقر واعترف ان ملعب المحله هو ملعب صعب، طول عمره الحقيقه هو ملعب صعب، ولكن استطاع لعيبه النادي الاهلي النهارده وجهازهم الفني ان هم يصلوا للنقطه 15 في ظل ملعب صعب. مدير فني رائع الكابتن محمد عوده، لاعبين على اعلى مستوى الحقيقه فريق غزل المحله، جمهور المحله الرائع الحقيقه اللي دايما موجود في كل مكان. نتمنى بقى للنادي المحله ان هو يستمر بهذا الشكل. لو النادي المحله استمر بهذا الشكل هتلاقيه في التوب فور، في الاربعه الكبار، وجهه نظري. لو استمريت بهذا الشكل وبهذا الاداء مع كل الفرق، مش مع الاهلي بس، مش مع الاهلي بس، مع كل الفرق، المحله في التوب فور. انا بقول لحضرتك مش هيقعد ينافس على او عايز هينافس على الهبوط او الكلام ده، لا لا لا، هيبقى في الرابع الخامس بالكتير يعني. فالبدايه جيده جدا، وبالنسبة لغزل المحلة استمروا بهذا الشكل، لأن المحلة فريق كبير جدا جدا جدا.